هي بس انت عارفه عايز تحشي الكوسه قد كده قد كده والدنيا قويه محدش بيقدر عليها. هي عامله زي رانيا والله اللي ابويا بقى عامل زي حصبان يا عوذ بالله علي. اه لو دخل لها الميه مفتوحه شويه بينكد على الكل بسبب الميه. الميه وسامع لو دخل سبع دواتات وش كلنا في الشارع. فكرني بالبخيل وقد كده بدور الميه. وسامع بقى لو دخل لها الغساله كده بتلف. عايز احنا نلف ولا النور لو لقاها قايد. عايز قاعدين انا قايد شغال الغساله ليه ده حرام. هنعمل صابون كتير كهرباء هنعمل في ايه؟ يا انا هموته وما هبونا بقى يا لهوي يا ناكل كده هتطلع. انت وحطين في الشارع احنا بقى نخدم احنا كده هتطلع. طب بتعملي ايه لو قالك مش هتلعب ولا هقول له استنى لما اولد عشان تاخده ابنك. ليه يا رب الواد ده فين حزن الحزن؟ لا يا حاج تاخد ابنك وامشي. تعالى يابا ما مش عايزين ابنك. انا هقول له انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ هقول له بلا قال يلم. انا ما قلتش حاجه. لو في دليل طلعيه. ها احنا اتنين على واحد يا حبيبي. لو في دليل انا بسجل لكم بالتليفون. بتسجلنا؟ اه فين سفرين ده حكى زيك والله. هو ده على ما يفرج بقى ولا محمود جوزي يا لهوي على صوت شخير وهو نايم بيصحي الجيران. يا انا قرا والله لما انا اقول والله صوت الشخير يا لهوي بيصحي الجيران. بس اسكت ابويا لما دخل لقى النور شغال والزباده وتطبيق. والله ما تصوتش كده وهي نايمه يا لهوي. لا انت نايمه في الحته دي وما بتخرش. لا ما كنت عايزه في حاجه غير دي انا اخبط معاك فيها. لا اخبطي في حاجه غير دي انا امشي معاك فيها. هنخبط وهنا نمشي معاك بس في الصح لكن ام عمرها ما شخرت غير لما تكون تعبانه على الاخر. امك تمشي في الحق لكن في الزور لا. لا انت كده تقريبا امك داخله فانت هتتحور. لا امي مش داخله. امك جايه شكلها. فانت حسيتي برجليها؟ امي لو دخلت هتقطعنا انا وانت وهي. انا مالي يا اختي انت اللي بتتكلم انا ما اتكلمش. مالك انت بتعملي ايه؟ لسه بشكر فيها. دخلش بعد بقى دخل اي مكان شاطر. ولا اخوكي محمود بخيل بخل يديني العصر. لا حطش تكايب يديني الفلوس من هنا ويجي يقول لي ايه؟ لا استني لما نبقى نجيب بيها فطار يقول لي خديها ليك وبعد كده يقول لي استني ايه؟ نجيب بيها فطار. ما ايه اللي يخليك تاخدي منه؟ ما تاخديش منه خالص. ما تحطيش ايدك هنا تاني. طلعي زي ابوك. لما اخلي ابوي يطلعك وخلي الواد يطلعك. ايه انت بتعمل ده؟ ايوه بعد ما يحصل دوت انا وامك بعض يسحب على فوق. اول ما ابوك وامك يخشوا في الخبط دوت ومحمود انا هسحب بعضي وامشي. اول ما اتجوزوا دلوقتي هما الاثنين عندهم بيبوسوا مع بعض. وانت فينك ايه؟ ما انا عايز اقول يا لهوي يا ناكل. احنا ما عملناش ايه؟ بنشكر فيه. بنشكر على مين بقى ان شاء الله؟ لا احنا بنبص على حد. احنا عمالين بنقول احنا هنعمل ايه؟ ابويا ليه سكر؟ ابويا ليه ما فيش شيء في الدنيا؟ ابويا بيجيب لنا الحلو كله وهو جاي وهو هيجي وهو بعد ما بيجي ما بيزنناش بيه. يعني انتوا قلتوا كده؟ ما بيزنناش بيه ابدا. قلتوا كده يعني؟ لا ما قلنا قلنا كده والله يا حاج بنشكر فيه. بنقول هيجيب لنا حاجه حلوه وهو جاي. بنقول ده انت طيب قوي يا حاج محمد. حاج محمد ليه يا ساحر؟ من كتر كذبكم نسيتوا اسمي؟ ايوه من كتر كذبكم سامع عليك كذابين يا خباصين. هنجيب رقم المأذون ولا هنجيب مأذون؟ المأذون هناك اهو. المأذون في الشارع عند دولة بتاعت الله. عم عمال كنتوا بتقولوا ايه بقى بالصلاة على النبي؟ عيب عليك يا حاجة واحنا قاعد ورانا وانت ليه؟ انا سامع صوت وانا قاعد في الدور التاني. كنا بنشكر عليك والله. اسمع كلمة عشرات. المهم يعني المهم خلصت خبز انت وامي؟ ميه يا لهوي انتوا قاعدين انا سامعك يا لهوي يا محمود يا فتانين. احنا كده بقى نحضر المأذون بجد. الجريئه تقول انا كنت بقول على مين؟ انا بصوا يا جماعه يا فتانين بصراحه انا حضرت المأذون جدا. سامعك من فوق مفيش كلام كده عشان تنزل تاني. ما بصراحه حضرت